مفاتيح الشخصية، مفاتيح الخدمة، وفي حد هنا قال مفاتيح العقيدة، طرق الدخول المخدوم، مفاتيح المرحلة. طيب احنا الكورس بتاعنا مقسوم جزئين، احنا عندنا محاضرات وعندنا حاجات هنعملها بنفسنا. العدد اللي موجود ده كله هيتقسم لمجموعات، كل مجموعة تقريبا هيبقى فيها من 20 ل 25 خادم وخادمة، هيبقى مطلوب مننا مشروع هنسلمه في الآخر. في شوية حاجات تانية هتبقى في وسط الكورس هنعملها في كل مرة. احنا كل مرة هيبقى عندنا من غير ما حد يزعق، هيبقى عندنا امتحان صغير. امتحان صغير. تقريبا من 5 ل 10 أسئلة. هيبقى على جوجل فورم، هيتبعت على الجروب بتاع الواتساب. امتى هيتبعت؟ قبل المحاضرة بتاعت النهاردة، يعني احنا المحاضرة بتاعتنا يوم الثلاث، المحاضرة الجاية هتبقى يوم الثلاث اللي جاي، قبل المحاضرة هيكون الامتحان. تمام؟ حضرتك هتمتحن في أي وقت، في أي مكان، في بيتكم، في أي براحتكم خالص. مطلوب من حضراتكم واحنا قاعدين كل واحد هيكتب نوتس عن المكالمة اللي بيتقال. الامتحان مش هيبقى صعب جدا، الامتحان سهل جدا جدا جدا. الغرض من الامتحان ان احنا نتابع مين كان قاعد بيسمع، مين كان قاعد بيطلع اقتراحات، لان ممكن حضراتكم وانتوا قاعدين يجي في دماغكم افكار هنكون احنا محتاجينها، فيبقى مطلوب من حضراتكم تحطوا لنا الافكار دي جوه الامتحان. طيب ايه تاني هيبقى مطلوب من حضراتكم غير الحضور؟ هيبقى مطلوب منكم المشاركه الفعاله في عمل المشروع. المشروع مطلوب مننا ايه؟ في حد هنا من الخدمات قال ان احنا هنبقى مطلوب مننا نعمل مفاتيح للعقيده. اسهل دروس عندنا في الخدمه هي العقيده، صح؟ كم واحد اول ما بيسمع ان عندنا الاسبوع الجاي درس عقيده بيغيب؟ مش بيغيب، بيجي، بنحضر. طيب هي اساس المسيحيه. طيب اللي عمل درس عقيده مسيحيه ارثوذكسيه خلال شهر 9 و10 يرفع ايده. هي النضاره مش جايبه، معلش، وفي عدد كبير بس انا مش قادر اشوف. في شهر 9 و10، شهر 9 و10، 1 2 3 الجمعه اللي فاتت. طيب طب نقول اللي ما عملش؟ لا، قدسك في الكنيسه. لا انا بتكلم على في مدرسه. طيب احنا محتاجين نعمل احنا بنفسنا مفاتيح. احنا بما اننا تقريبا واخدين اكتر من عدد كبير من الابروشيات موجود عندنا، احنا تقريبا معديين على 14 ابروشيه من على مستوى القطر المصري كله. في ناس من كل الانحاء، هنقول لكم كل الناس اللي موجودين معانا بس بعد ما نخلص المحاضرات. فاحنا محتاجين نعمل عصف ذهني مع بعض. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل المشروع. المشروع بيتكلم عن ايه؟ محتاجين نقدم العقيده بتاعتنا على كل مجموعه هتبقى موجود ليها موضوع معين بطريقه جذابه شيقه ممتعه للولاد، يكون فيها اكبر كم من المشاركه للمخدومين وللخدام. يعني مش مطلوب ان الخادم يقف ويمسك المايك ويقول لهم موضوع او يحضر باوربوينت ويعرضه. طيب هنقدمه ازاي؟ زي ما انتوا عايزين وزي ما تقدروا تفكروا. ممكن نعمل فيديو صغير، ممكن نعمل لعبه، ممكن نعمل ترنيمه، ممكن نقول اي اقتراح ايا كان هو ايه، هقدر انفذه او مش هقدر انفذه. لان حضرتك ممكن ما تقدرش تنفذه، انا اقدر انفذه في كنيستي، او انا ما اقدرش انفذه حضرتك تقدر تعمله، او ممكن نشترك كلنا مع بعض وننفذه. قدرنا ننفذه مع بعض بركة عظيمة، ما قدرناش حضرتك هتقول لي الموضوع هيتقدم ازاي، واحنا كخدام كلنا مع بعض هنتشارك في المواضيع دي، بحيث ان احنا في الاخر يبقى عندنا مجموعة من الافكار نقدر نقدمها لاولادنا. مين اللي هيعمل الافكار؟ مين؟ احنا. هتاخدوا منين الافكار؟ من المفاتيح اللي انتوا هتسمعوها. النهاردة عندنا مين في اول محاضرة؟ عندنا 2، شفتوا الصور، مين؟ لمبة موسى. ومين؟ دكتور سامح. مين؟ دكتور سامح طلعت. مين يعرف دكتور سامح طلعت؟ لا انا عايز ايادي كتير يا جدعان. في ايه؟ في ايه؟ يعني احنا دكتور سامح طلعت اللي ما يعرفوش يبقى ما جاش عندنا الاسكوفيه قبل كده، وما اتفرجش على ميسات قبل كده، وما اتفرجش على سي تي في قبل كده. يعني ما حاجات كتير. اكتر مفاتيح ممكن تاخدوها في الكورس بتاعنا هتبقى من دكتور سامح. مش في الموضوع بتاعه بس، في المواضيع التانيه. دكتور سامح من الحاجات المميزة جدا في محاضراته أو في ورش العمل اللي هو بيقدمها، إن هو بيدينا المفتاح لحاجات تانية كتير غير الموضوع اللي هو بيقدمه. يعني هو بيدينا الكتالوج بتاع بقية الحاجات. فنتمنى إن كل الموبايلات تكون اتقفلت
وتكونوا مركزين. ربنا يدي الدكتور سامح النعمة في الكلام ويدينا احنا كمان نكون سامعين عاملين. مساء الخير، ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ تبارك لنا يا ابي، قدسك تبارك لنا. بس تفضل قدسك. عاملين ايه؟ المشهد من هنا مرعب يا جماعة. احنا متعودين دايما مع لجنة ثانوي في الكورسات في همس، صح؟ طب هنقف 30 ثانية كده، استنى اللي عنده كلمة نفسه يقولها يبتدي يقولها كده، هدوء بقى عشان نركز، عشان هو انتوا اكيد كده هتزهقوا مني، فأجلوا الرغي لما تزهقوا، بلاش تخلصوه بدري. طيب متعودين دايما مع لجنة ثانوي لما نيجي ندي محاضرة أو موضوع إن إحنا نلاقي 100 120 150، بس من الواضح كده إن مشاكل مرحلة ثانوي بدأت تزيد في الكنائس، صح؟ اللي تعبان قوي من خدمة ثانوي أو تعبانة قوي من خدمة ثانوي بصراحة يرفعوا إيديهم. طب اللي متمتع بشباب وشابات ثانوي يرفع إيده. طب بالنسبة في فئة كده أنا مش عارف اللي رافعين إيدهم دول ممتازين بصراحة، يعني في ناس قاعدين تحسدهم متمتع. طيب اسال سؤال تاني كده، يعني اسال سؤال تاني، تفتكروا ان احنا داخلين على تحديات فعلا مرعبه لمرحله ثانوي ولا دخلنا؟ بمنتهى الصراحه بص كله بيعمل كده، يعني طبعا اللي بيعمل كده ده متوزع ثانوي من 5 سنين، اللي فرحان بثانوي لسه نازل، لسه طازه كده بقى له شهر في ثانوي ونازل بحماس ثانوي. اللي اول سنه يخدم ثانوي في التوزيع يرفع ايديه، هم نفسهم اللي رفعوا ايديهم وقالوا فرحانين. طب اسال سؤال، اللي بيخدموا ثانوي بقى لهم فتره ولسه مبسوطين بثانوي وعندهم حماس ليه يرفعوا ايديهم؟ حلو جدا، ايه الفرحه دي؟ طب شكرا شكرا اشكركم، ده انا خدت طاقه ايجابيه. هقول لكم ليه، دايما كنت بقول لتصوني اريني اما اروح للجنه الطفوله الاقي خدام الطفوله مشاكسين عمالين يرغوا بس يا بابا، والخدام مش الاطفال وشوي وفيهم حيويه، لجنه اعدادي تلاقيهم يعني قاعدين عاملين كده اهو. ثانوي بقى انت بتدي المحاضره والخدام والخادمات قدامك قاعدين عاملين كده، بنعمل وما فيش فايده، جربنا وما حصلش حاجه، قلنا وما جابش نتيجه، وحاله من الاحباط غير طبيعية، كل حاجة جربنا مفيش فايدة. حقيقة في الجيل اللي فيه ثانوي دلوقتي لو قارنته بجيلي وأنا في ثانوي أيام ما كان يا دوبك بروح الكنيسة والقناة الأولى والتانية بتقفل بالليل، كان القناة الأولى والتانية تيجي بالليل تقفل، عارفين الحكاية دي طبعا، القدام شوية يعرفوها، بتقفل القناة خلاص مفيش قناة، والقناة التالتة كانت بتشتغل لغاية المغرب، يعني ما بيروحوا بدري اللي شغالين فيها. فما كانش مصادر المعلومات ولا التحديات ولا الاعتراضات ولا التشكيك ولا الحاجات الكتيرة اللي بتجذب ولادنا موجودة في جيلنا، فالجيل ده ربنا يكون في عونه. حجم التحديات اللي بيقابلوها سواء في مدارسهم أو في الميديا أو 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 كتيرة جدا، عشان كده فكروا لجنة ثانوي إن يعملوا بعض المفاتيح اللي تساعدنا. طبعا نفسنا نتكلم في مفاتيح كتير جدا عن نفسيتهم وعن سلوكهم وعن جذبهم وعن وعن، هتاخدوها في حاجات كتير خلال الكورس، لكن النهارده هنختار مفتاح مخصوص، قفله ومفتاح نحاول نفكه، اللي هو ايه؟ اللي هو ببساطه للولاد، ركزوا في القفل عشان اخد ارائكم وبعد كده نكمل. ليه الولاد والبنات في مرحلة ثانوي مالهمش ارتباط قوي جدا 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 بالليتورجية والعقيدة؟ ليه الولاد والبنات أي حد أو أي فيديو يشوفوه في شوية تشكيك نبص نلاقيهم بيرجعوا لورا وقلقانين من الكلام ده؟ ليه؟ ده سؤال بيطرح نفسه وقفل مقفول مطلع عينينا، عايزين نحاول ان احنا النهارده ايه نفتحه مع بعض. اسمع ارو
اللهم اجعلنا مستحقين أن نصلي معا بشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ذنوبين إليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك. تفضلوا سريعا. اهلا بيكم. طبعا انا سعيد ان انا الحق اسمع شويه اغلى الحبايب. ممكن الواحد بينقل الكرسي من غير ما يعمل مزيكا، المزيكا صعبه. الدكتور تعرفوه سامح طلع ايه؟ مش كان بيكلمكم؟ مالكم بلمين كده؟ تعال يا دكتور، تعال يا دكتور. انا بسعد ان انا اشوفه وبسعد ان اسمعه، وحاولت الحق جزء من محاضرته، وكويس اللي لحقتها. تتكلم وتاخد راحتك ولا يهمك حاجه. تفضل. خلوني كده أفرجكم على فيديو. هو فيديو محاكاة تمثيلي عن رأي بعض من خدام وخادمات ثانوي
في درس العقيدة. يا ترى درس العقيدة نعمل فيه إيه؟ الصوت شغال؟ طب نتفرج مع بعض كده درس العقيدة تحت ونشغل. لا 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 دروس عقيدة لا الصراحة أنا بخاف منها، أخاف جدا أجي أشرح دروس عقيدة أعوق بصراحة. أنا شايف إن دي بالذات اللي هياخد دم. في درس الثالوث كان محطوط في الجدول على مرتين، حاولت على قد ما أقدر أجمع كل المعلومات علشان المرتين يكفوا الموضوع، وفعلا قدرت أعمل كده. بس بعد ما شرحت الموضوع على المرتين لقيت الشباب والشابات مش فاهمين أي حاجة خالص، بل بالعكس المفاهيم عندهم اتلخبطت ودخلت كل حاجة في بعضها. بصراحة أنا شايفة أن المفروض مع سن الشباب أن احنا نركز أكتر على الموضوعات الحياتية اللي تنميهم أكتر في المجتمع، إنما التركيز على الطقس والعقيدة بس دي بالنسبة لهم موضوعات مملة. لا بصراحة درس العقيدة ده بالذات يعني أنا أقرأ أتفرج على فيديو أتفرج على عظات في العقيدة لكن كوني إن أنا أحضره بصراحة لا. أنا يعني بيكون قدامي درس عقيدة أنا بهرب منه صراحة وبعتذر لأمين خدمة. الشباب بيبقى عندهم أسئلة كتيرة جدا بيجوا يسألوهاني عن العقيدة، بس أنا ببقى فاهمة إجابات الأسئلة بتاعتهم، بس ببقى حاسة أني ما عنديش الحجة القوية اللي أنا أرد بيها، ما عنديش الإجابات اللي أقولها وحس أن هم خلاص كده مقتنعين. وبصراحة كمان أنا ما أقدرش أنكر أن التساؤلات اللي هم بيسألوا فيها دي أنا كمان كانت بتيجي في بالي وبفكر فيها كتير. يعني مثلا موضوعات زي إيه مهمة؟ ممكن مثلا زي الحب، الصداقة، التفاوض، وفن الكلام. الموضوعات دي مهمة جدا بالنسبة لهم. لا بصراحة العقيدة بالذات دي لها ناسها، يعني لازم في كل كنيسة يكون في حد بيشرح العقيدة. لما يكون في درس عقيدة هنجيب الخادم الفلاني دوت، هو شاطر عارف كل كلمة معناها ايه، لان كلمات العقيدة دي بالذات بتبقى سنسيتيف جدا واي غلطة فيها ممكن تودي في حتة تانية خالص. فانا شايف ان العقيدة بالذات لازم ليها ناسها. طبعا العقيدة والطقس مهمين جدا، بس ما تبقاش كل الاجتماع ولا حتى نص، ممكن فقرة صغيرة كده ودي تبقى كافية قوي. معرفش الدروس العقيدة ما بتبقاش محببة عند الشباب والشابات، لما مثلا بنتكلم ونعمل دعاية عن ندوة عن الحب أو العاطفة أو الصداقة بين الشباب والشابات أو اختيار شريك الحياة تلاقي يعني الاجتماعات مليانة. نيجي نتكلم بقى ونقول في ندوة عن موضوع من مواضيع العقيدة تلاقي محدش مهتم ولا حد بيفكر ان هو يجي أو يحضر، معرفش ليه. هل اتفرجتوا على الفيديو؟ اللي موافق على كلام الخدام والخادمات ده او لسان حاله بيقول زيهم يرفع ايده. طب خلونا نحدد ايه المشكله في الخدمه دي. يعني لو خدنا ان دول دراسه حاله، دول خدام وخادمات ثانوي في كنيسه من الكنائس، ايه مشكلتهم بالظبط؟ اللي عايز يشارك يرفع ايده. ايه مشكلتهم؟ ايوه يا ميس. اختصروا ان اللي يتكلم في العقيده هم فئه معينه بتوع الايه، قولوا بصوت عالي معايا، بتوع ايه؟ بتوع العقيدة. ان بقية الخدام دول مش بتوع العقيدة. ايه تاني؟ ايوه ميس. بالظبط، انتوا زعلانين ليه؟ ما لازم يبقى في خدام بتاعت عقيدة، ما هي ممكن تسألني سؤال اقف مبلمة قدامها ومش عارف اجاوب. ايوه استاذي. خادم ثانوي اساسا خادم دارس. بصوا انتوا دخلتوا في الحلول، انا عايز اعرف فين مشاكلهم. حد قال هنا ان هم حطوا العقيده لناس معينه، ادي اول مشكله. تاني مشكله ماشيين بمبدا ما يطلبه المستمعون. الطيار رايح فين؟ الشباب عاوز ايه؟ هنقدمه لهم، ناخد من الحزب الناحيه دي. اتفضل يا ميس. نعم، فصلوا العقيده عن الحياه. ايوه يا ميس. هم
حلو جدا. عايز اسالكم سؤال طيب عشان الوقت، تفتكروا في مشكله واضحه تانيه معاهم؟ يعني فعلا هم مشكلتهم ان هم مش دارسين عقيده، حاطين العقيده لناس معينه، فصلوا العقيده عن الحياه، بقت العقيده حاجه والحياه حاجه، التفكير العاطفي ان احنا نقدم اللي الولاد عايزينه. لكن في مشكله تانيه قالوها في النص، مس اللي قالت اما نيجي نعمل ندوه عن الحب او العاطفه او الصداقه نبص نلاقي الشباب ايه؟ متفاعل جدا. يوم ما هنقول هنتكلم النهارده عن الثالوث تلاقوا الشباب قاعده عامله ايه؟ نعسانين، او الموضوع لو عملنا عنه دعايه ما بيجوش. ليه؟ خليني اسالكم ليه؟ طريقه حلوه مش جذباهم. حلو، ايه كمان يا ميس؟ لو الخادم، خدوا بالكم من الجمله، لو الخادم حابب العقيده هيعرف يوصلها، لكن هو مشكلته ان هو مش حابب العقيده او مش عايشها مش فاهمها. نكتفي بهذا. خليني اقول لكم قول القديس العظيم البابا اثناسيوس الرسولي، لو هنتكلم عن عقيده ومفتاح العقيده ازاي يحبوه في كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه، لازم القول ده بيقول لنا ايه. ان العقيده والتقوى مرتبطتين مثل اختين. العقيده بتاعتنا ايماننا، القواعد الايمانيه والعقيده بتاعتنا، والتقوى، التقوى اللي هو الحياه في مخافه ربنا، مرتبطتين مثل اختين. فالذي يؤمن بالله يصير تقيا، وكذلك الانسان التقي يكون له ايمان اقوى. لذلك فالذي يصنع الخطيه يضل ايضا بلا شك من جهه الايمان، والذي يترك التقوى يفقد ايضا الايمان القويم. العقيده ليست بعض معلومات ندرسها ونقف نحكيها، احنا كده تبقى ضياع. هو ده الضياع بعينه. مفيش حاجه اسمها خادم ملوش في العقيده، لان لو ملوش في العقيده يبقى ملوش في حسن السيره والتقوى والحياه الحقيقيه مع ربنا. طب هيخدم بايه؟ كلنا محتاجين نعيش، بصوا الجمله دي، نعيش العقيده. يوم ما هنفهم ازاي نعيش العقيده يوم ما هنعرف نوصلها صح للمخدومين. ازمتنا في ايه؟ درس الثالوث نروح مقعدينهم كده قدامنا نقول لهم واحد، نؤمن ان الله واحد، اثباتات من العهد القديم، اثباتات من العهد الجديد، الله ثالوث، مثلث الاقانيم، كلمه اقنوم تعني شخص وهم ثلاثه، نقعد نسمع المنهج صح ونقعد نقول لهم قولوا يلا مع بعض. طب انا استفدت ان الله ثالوث؟ انا اتعلقت بكنيستي ازاي لما شرحت لي ان الله ثالوث؟ ده المفتاح اللي عايزين نشتغل عليه النهارده. بس قبل ما اقول القاعده اللي هنشتغل عليها واللي هنروح النهارده نشتغل عليها مع اولادنا وبناتنا، عايز اقول قاعده مهمه قوي. في واحد قاعد بياكل مانجا، بياكل ايه؟ انا هخلي ريقكم يجري دلوقتي عشان عارف ان كلكم حرانين دلوقتي، كل واحد تخيل منجايه قدامه، وقدامه واحد قاعد عمره ما داق المانجا، عمره ما داقها، وده عمال يمسك المانجا ايه؟ الله. يقول له هو انت بتاكل ايه؟ يقول له باكل مانجا. يقول له ايه المانجا دي؟ خضار ولا فاكهه؟ لا دي فاكهه. مسكره ولا حادقه؟ يقول له دي حلوه جدا. طب حلوه بلح ولا حلوه فراوله؟ لا هي حلوه مانجا. يعني طعمها قريب من ايه؟ بص انت لما تاكل يا عم ما تاخد ايه؟ لا بصوت عالي، ما تاخد ايه؟ هو الطعم يتوصف؟ مستحيل. حد يقدر يدوق حاجه ويقعد يوصفها؟ مهما وصفتها هقدر انا ابقى ضايق زيك؟ مستحيل. عشان كده المبدا ان حد مش ضايق مش هيعرف يدوق، ولازم الولاد يدوقوا زي ما حضرتك وحضرتك ايه؟ ضايقين وعايشين. عشان كده المبدا اللي هنشتغل عليه اللي هو عيش ما تحكيش. العقيده هنتبع فيها مبدا ازاي نعيشها، بس تحت عنوان مهم جدا هو اللي هنتحرك فيه. ايه هو؟ بصوا كده، عايزكم تقولوا ورايا، ما نؤمن به. واحد من عشرة، مش بقول لكم لسه خدام ثانوي ورجعتوا لأصلكم كده، رجعتوا تاني لحياتكم الطبيعية. ما نؤمن به، نصلي به، نحيا به، نكرز به.
القاعدة دي هي قاعدتي في دراسة العقيدة، قاعدة حضراتكم، واللي احنا نعلمه لأولادنا. يلا نحفظها. ما نؤمن به نصلي به، ها، نحيا به. هشيلها وتقولوها لوحدكم. واحد اتنين تلاتة. نكرز به دي لما هنعمل التلاتة اللي فوقيها هتيجي لوحدها. إيماننا اللي خدناه من الكتاب المقدس ومن الآباء وتسلم عبر الدهور ومجامع مسكونية اللي احنا بنقعد نشرحه، العقيدة بتاعتنا، ما نؤمن به الكنيسة تخلينا نعمل ايه؟ نصلي به. ازاي اصلي بالعقيدة؟ ايوه ميس حسام، ما قلناش حاجة. لا كل حاجة هتاخدوها من كل حاجة توصل لهم تصوني، صح؟ تصوني الباوربوينت والحاجة توصل لهم، مش كده؟ هتوصل لكم كل حاجة، ما تقلقوش. أهم حاجة بس من الكتابة، يعني ركزوا معي، إيماننا اللي بأمن بيه الكنيسة تخليني أصلي بيه، أقف أصلي بيه. لساني بقى بيقول العقيدة في الصلاة. أصلي وبس؟ لا، تخليك تعيش بيه جوه صلاتها برضه، جوه الليتورجية. عشان كده النهاردة المفتاح اللي هناخده، هنبتدي ناخد الإيمان ونبص جوه الليتورجية الكنيسة، نشوف إزاي عرفنا نصلي بيه وعرفنا نعيش بيه وعرفنا نتأمل بيه وعرفنا نخش في عمقه ونفرح بيه. جاهزين للرحلة؟ جاهزين؟ احنا هنتدرب نعرف الحكاية دي نعملها ازاي، وبعد كده كل درس عقيدة عايزكم تعملوه بالطريقة دي. طيب الكنيسة ازاي حطت العقيدة في الليتورجية؟ تاني هسأل السؤال، الكنيسة ازاي حطت العقيدة في الليتورجية؟ او اقول السؤال بطريقة تانية، ازاي انا لما اجي اشرح لاولادي او انا احيا العقيدة جوه الليتورجية أفهم كل حتة فيها إزاي؟ بثلاث طرق. إيه هما؟ الطريقة الأولى اسمه المستوى الأول، نص الإيمان. تاخد الإيمان عن الثالوث محطوط نصه، أنا بأؤمن بإيه. المستوى الثاني تبتدي الكنيسة في الليتورجية تعمل شرح وتأمل للإيمان ده، تديني حتة زيادة. المستوى الثالث الحياة والتطبيق. يبقى في كل إيمان هندور عليه جوه صلوات الكنيسة، سواء كان في الأجبية أو الإبصالمودية أو الخلاج، التلاتة اللي هم محددين من الخدام النهاردة هنشتغل عليهم، هنفكر بالطريقة دي. فين الإيمان اللي بيتقال بشكل مباشر؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، فين الشرح والتأمل؟ رقم تلاتة، فين الحياة؟ اتفقنا؟ انا هقول وانتوا تكملوا. ما نؤمن به، لو طلعنا بالجمله دي النهارده انا راضي. طيب هندور في ثلاث مستويات، المستوى الاول نص الايمان، اتنين ابتدي اشرح واتامل، ثلاثه اعيش. جاهزين؟ تعالوا ناخد اول حاجه. تفتكروا عقيده ايه دي؟ الثالوث. عقيده الثالوث، دايما اول ما نقول عايزين نتكلم عن دروس عقيده تبتدوا اول كلمه تكتبوها ايه؟ الثالوث. لان الثالوث ببساطه بيشرح من هو الله، صح ولا لا؟ يا كنيسه عملتي ايه؟ نص الايمان مستوى اول. سيدنا والاباء حلوا لنا كده، ارشموا الصليب مع بعض. انا هقول واي اصناف شمت وكلكم ترشموه. واي اصناف شمت. فول ستوب. نص الإيمان، آب وابن وروح قدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. بس بصراحة مش قادر أعديها، هو صحيح نص بس متعة الكنيسة. خدوا بالكم رشم الصليب ده موجود من زمان قوي، مش حاجة مستحدثة. يعني اتكلم عنه مثلا العلامة ترتليان في القرن الثاني الميلادي، جاب سيرته إن هو ترسموه في دخولكم وفي خروجكم وقبل ما تبتدوا أي حاجة، فدي حاجة معمولة من زمان. بصوا الإبداع في رشم الصليب. أنا مش بقف أقول بسم الأب والابن والروح القدس إله الواحد أمين وبس، لا، ده أنا برشم علامة كمان تدل على الإيمان، اللي هي علامة إيه؟ وفيما أرشم العلامة دي أنا بشرح الإيمان. الله الآب ضابط الكل أرسل الابن الوحيد إلى بطن العذراء وبالروح القدس نقلنا من الظلمة إلى. تهيألي آباء الكنيسة دول يجيبوهم يعملوا سلوجان كده لأي شركة، حاجة إبداع. إزاي رشم الصليب اللي بيتقال في أقل من ثلاث ثواني طفل
كي جي 1 الكنيسه عايزه تحفظه الايمان. وتبصوا تلاقوا الطفل كده في اولى تانية ابتدائي واقف في الكنيسه بيقول ايه؟ هتقولوا معايا كله، هيقول بالحقيقه استنوا، هو المستوى ده مستوى ايه؟ نص الايمان ولا شرح؟ تبتدي تدي لك حته تاني الكنيسه كده، كل ما نكبر كل ما الكنيسه عماله تدينا ايه؟ حتت. بالحقيقه خالق السماء والارض، ما يرى وما لا يرى، بعد كده تخش على الابن، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، وتشرح المولود من الاب قبل كل الظهور، نور الى حق، مولود غير مساوي. شرحتها لنا، شرح يمكن ما فيش تامل، صح ولا لا؟ فيش تامل، فيش حاجه اكتر من شرح. يبقى المستوى الاول والثاني احيانا يتخلطوا سوا، علشان كده واحنا بنسلم ولادنا بلاش الكلام الجاف. في جزء اسمه اهو الايمان، احفظه يا حبيبي، وجزء تعالى نشرح ونفهم، في جزء ثالث بقى الكنيسه تقول لنا تعالوا نصلي بالايمان ده بشكل تاملي. من ايمان الكنيسه، بصوا بقى في حفظ النص وشرح بسيط، بنقولها امتى دي؟ ناس الشاطره بقى بسرعه يلا نقولها، قول قويس نفس شمت وانتوا تقروا، انتوا النهارده هتقروا وتقولوا الحان لما تزهقوا مني. واحد اثنين ثلاثة. استنوا، مش عايزكوا تقولوا، قولوا وخلوا الكلام يعدي هنا ونبقى فاهمين، واللي ما فهمش حتة يرفع ايده. وايس ناف شمت. تيجي الكنيسة كل يوم الصبح انت لسه بتقول لها صباح الخير يا كنيسة، تقول لك ارشم الصليب، ايمان بالثالوث واحد انه الله، تشرح لك الايمان كل يوم وتقعد تردده، عشان ايمان الكنيسة يبقى ماله مغروس فيك، مغروس فيك. خدوا بالكم الكنيسة اتبعت حاجة جميلة قوي انصحكوا بيها كتدريب تعملوها. ايه هي بقى؟ نركز بقى، حاجة اسمها التكثيف، تكثيف النصوص الكتابية. يعني ايه؟ في شكلين الكنيسة خدت بيهم من الكتاب المقدس، حطت تكثيف وتفصيل. يعني ايه الكلام ده؟ تكثيف يعني آيات كتيرة جدا، كتير قوي قد كده اهو، تقعد تضغطها الكنيسة، تضغطها الكنيسة، تضغطها الكنيسة، وتديها لك في كبسولة، تقول لك خد دي، يوم ما هتاخد دي زي رشم الصليب، زي قانون الإيمان، زي الجزء اللي بنصليه من إيمان الكنيسة في صلاة باكر، كل ده الكنيسة تعمل لك تكثيف. طب دي هتفيدني في ايه؟ تفيدك لو عايز تعلم معلومات كتير للولاد، سواء كانت عقيدة أو كتابية، وحضرتك حاسس إنها معلومات حفظ كتير، تقوم تاخدها تضغطها في ترنيمة، في شعار، في فكرة، وتقدمها لهم. حد يقدر يقول لي فكرة كده عن ترنيمة إدت العقيدة كلها ممكن، أو فكرة عقيدي بمعاني بسيطة وضغطتها وخلت الولاد يقولوها على طول؟ ها قولوا لي، اللي عارف يرفع إيده. إحنا إلهنا إله واحد، لا بصراحة بصوا لكم على حاجة، أنا دكتور أطفال، فببقى قاعد في العيادة ست ساعات في هيصة، فلما بلاقي ناس هادية باخد الكرسي وأقعد وأبقى عايز أنام، فصحونا كده يا جماعة، واي إصناف شمت، إحنا إلهنا إله واحد. ترانيم دي نزودها، حد عنده ترنيمة إيمانية تاني مش شرط تبقى عن الثالوث، أي حاجة بتقدم حاجة في إيمان الكنيسة. أيوة يا ميس، يلا قولوها مع بعض، عقيدة إبطية أرثوذكسية، عارفينها؟ وايس ناف شم، عقيدة إبطية. عارفين ده معناه إيه بقى؟ أن الترانيم العقائدية اللي بتشرح إيماننا مش بنقولها. جميل ان احنا نقول ترانيم جوه اجتماعاتنا يبقى فيها تلامس روحي وتامل، جميل جدا،
لكن من أهم الطرق اللي نحفظ بها إيمان، أنا فاكر وإحنا أطفال صغيرين كان الأستاذ بتاعنا حفظنا إيه؟ شفت اللي عارف يقول معايا، شفت في الكنيسة شوية أيقونات، صور قديسين وصور، أنا كل ما ألمس صورة أخد بركات أحلى. بصوا استنوا، كان أستاذنا يعمل إيده كده، أنا فاكر أحلى ما في الكي، وأقعد أتخيل منظره هو فاتح حضنه كده، حضور القداسات، وبعد كده يبرق لنا يقول لنا والحامل يتقدم، احفظ تالت أور، بدل ما يقعد يقول وبعد كده نمسك طبق الحامل محطوط فيه تلاتة أو خمسة أو سبعة وليه تلاتة، هو راح خدها كبسولة. دي حلاوة الكنيسة. عارفين من أول واحد بدأ الحكاية دي في الكنيسة القبطية كده بالترانيم؟ بستان الزهار أو الأزهار لترانيم الصغار. حد عارف الكتاب ده مين كتبه؟ قديس مين؟ حبيب جرجس. لما لقى أن الإيمان بتيجي بعض الإرسالات اللي ممكن تضيع الإيمان وتحط مفاهيم غلط، بدأ يحط ترانيم تشرح الكلام ده. عشان كده الترنيمة اللي فيها إيمان دي مهمة جدا، ده اسمها تكسيف، تفصيل، تاخد آية قد كده في الإيمان وتعمل عليها تدريب، هوريها لكم بعد شوية. نرجع للثالوث. يلا حد عارف الأربع دي موجودة فين؟ بسرعة، ها نطينا من الأجبية على إيه دلوقتي؟ على التسبيحة دي، فين دي؟ تنسينو، هنقول بالقبطي مع بعض، يلا زوك ساسي فيلانيس روبي زوك سابتري زوك ساسي فيلانيس روبي بي او او ام فيوت نيم بشيري نم ببنفما اس او وبيز جنتينو نم شايني تني ايني تيرو امين دوكساسي أومو نوغينيس آجي يترياس خدوا بالكم حلاوة الكنيسة في الثالوث، إن مع كل بداية يقول لك ثالوث، كلم ربنا وتصلي صلاة إيه؟ ثالوثية. كل ده إحنا في المستوى الأول ولسه في المستوى الثاني سنة اللي هو بتشرح، لسه ما فيش تأمل ولا في تدريب حياتي في حاجة. لغاية دلوقتي احنا الكنيسة عمالة تدينا ايه؟ بدايات. اعرف الإيمان دي المجد للآب. وطبعا زوكسابا تري بتتقال في الأجبية كتير جدا، زوكسابا تري كي ايو كي اجيو بنفماطي، المجد للآب والابن والروح القدس، وكده تجمعهم في إله واحد، وهي بتقول له المجد لك يا محب البشر. البيت اللي بعده طبعا انا واخد ابيات مختلفه، المجد للاب والابن والروح القدس منذ الان والى ابد الاباد، المجد لك ايها الوحيد ايها الثالوث القدوس. اخدتوا بالكم ازاي الكنيسه فصلتها وضغطتها؟ مره تقول له ايها الايه الاله الوحيد، ومره تقول له الاله ايه مثلث الاقانيم. نكمل في صلاه الشكر. بصوا بقى الجزء ده دايما انا بقول لاولاد ثانوي الحكايه دي، ولادي اعدادي يجوا عند الجزء ده وتلاقوا حتى الخدام اللي هو يليق بك معه ومعه، هو راح وجاء المجد والكرامة والعيسى معه ومع مين مع مين ما مش عارف. في واحد من الخدام حافظها وبيقولها بصوت عالي والباقي بيسكت لو مش مكتوبة قدامنا. شرح للثالوث في صلاة الشكر، بس بدأت تدينا بعد تأملي روحي. بصوا الجمال، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر بدأت الكنيسة هنا تقول لك إن الله مثلث الأقانيم ده فيه نعمة وفيه رأفة وفيه حب للبشر. دول بتوع مين؟ اللواتي دي اسم موصول لابنك إيه؟ الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود طليقة بك معه. بك بك دي تعود على مين؟ على إصحوا شوية، بص الابن الآب الروح القدس. أول صلاة الشكر بكلم الأب ولا الابن؟ فلنشكر، نقول ركزوا معايا، واحد اثنين ثلاثة. يبقى بكلم مين؟ عارفين إيه المشكلة بقى؟ تزعلوش مني، الصلاة تحولت
خلينا اقول لكم كده حاجه بدأ قبل ما اقول تحولت لايه. هقول لحن وعايز اشوف مين شاطر حافظ. واي اصناف اللي هيخش معايا على طول هيبقى شاطر. ريبسول سالم ماريا اريغون كاتافريتي ايتاف جوزن جي دافيد. ستوب ترانسليت انتو عربيك. يلا مين هيرفع ايده ويقولها لنا بنفس النغم بالعربي من كل اللي كان بيقول؟ في واحد رفع ايده اهو، مش عايز احراج. اتنين اللي عارف يرفع ايده. طيب اللي كانوا بيقولوا مش اقل من 250. استنوني بقى، احنا مش بس بقينا بنقول وحافظين من غير ما نعرف المعنى، احنا حتى العربي من كتر ما بقت عاده عندنا بقينا بنقول بالعربي واحنا مش مركزين العمق اللاهوتي والحياتي والتامل ايه. طب المخدومين هيحسوا ايه؟ اما احنا كخدام وانا اولكم مش عمالين ناكل المانجا ونقول الله ايه الحلاوه دي. خدامنا زمان اللي خدمونا ما شرحولناش عقيده كتير قوي حقيقي غير في مواضيع معينه، بس كنا بنشوف فيهم الحياه بالعقيده حقيقي حقيقي. ليا صديق سافر بره في وقت من الاوقات، كانت اقرب كنيسه لي على بعد 4 ساعات طيران، فطبعا كان بيصلي قداس كل قد ايه؟ كل 6 شهور مر. وهو هنا في مصر، هو من الصعيد. حد من الصعيد معانا يا جماعه؟ حد من ابروشات صعيد؟ ابروشات ايه؟ اسيوط، اهلا وسهلا. وهو من الصعيد كان يوميا قداس وتسبيح، يوميا قداس. فلما رحت هناك بقول له طب انت قادر تعيش؟ قال له بصلي تسبيحه على قد ما اقدر، ركزوا بقى في اللي هقوله، وكل ما الشوق يمسكني كده جامد اقوم مغمض عينيا، ركزوا، اسمع ابونا واستاذي وهو بيعلمنا، واشم ريحه البخور، واسمع الالحان، وابتدي بلساني اقولها، وابتدي بايديا احس ان انا بلمس ستر. عايش كل حواسه بقى ليها وجدان. ده مهما سمع ومهما لقى مغريات الشاب ده انسوا، لكن مش ضايق ولا متعود ولا فاهم. احنا بنعلم بالطريقه دي للاسف احيانا، بنهتم بالتحفيظ وبالكم ومين يطلع الاول ومين يقول، من غير ما اخد بايديهم واخش للعمق في المعنى. طب انا كخادم مش ضايق المعنى، هم هيدوقوا ايه لو قعدت من هنا للسنه الجايه وانا عمال اتكلم عن الاب والكلمه والروح القدس والمحاربات اللي بتتقال عليهم والتشكيكات؟ ما انا صلاه الشكر اللي بقولها وانا خادم في ثانوي من كي جي 1 مش مركز بتتوجه للاب والابن. بنقول له دليق بك معه، بكلم الاب واقول مع مين؟ مع الروح القدس اهو، معه ومع ايه؟ الروح القدس المحيي المساوي لك الان وكل اوان والى ظهر الدهور امين. يلا حافظينها ولا لا؟ بصوا هتتكلموني دلوقتي وتقولوا لي فين الاب والابن والروح القدس؟ انا هسيبكم تبصوا لها لمده 30 ثانية. يلا. ها طلعوا لي الثالوث، على فكرة عايزكم تعملوا كده. حطوا صلاة الشكر. استنوا بس استنوا، احنا مش بناخد محاضرة لينا وبس، احنا عايزين نتعلم نعمل إيه مع أولادنا. نحط صلاة الشكر، نحط لحن، ونقول له يلا بنتكلم عن الثالوث، شوف هنا الثالوث اتكلم عليه إزاي، هنا بيخاطب الأب والابن، دخله جوه عمق الصلاة. هيتعلم ويعرف الالفاظ اللاهوتيه اللي جوه الليتورجيه بقى ارثوذكسي خلاص تقلقش. طب نكمل. الله الايه؟ ايها الرب المالك على السماوات. اقروا معايا وايس ناف شمت. الله تيجي بقى الكنيسه هنا تقول لك خش في عمق تاملي وصلاه. ازاي اصلي ما نؤمن به نصلي به نحيا به؟ يلا بقى نعيش شويه مع الكنيسه. تقول ايه؟ ايها الرب الاله حمل الله ابن الاب رافع خطيه العالم ارحمنا. قول لابنك وقول لبنتك واحنا كمان في اللحظه دي، شوف المسيح وهو على الصليب ورافع خطيه العالم وكانك واقف بتكلمه وهو على الصليب، تقول له يا حامل خطيه العالم اقبل تلبطنا اليك. أنت وحدك القدوس، أنت وحدك العلي. الكنيسة حطتنا عند الجلجسة
أمام مشهد الصليب المرفوع، المسيح المتجسد المذبوح لأجلنا على الجلجسة، قلت لك أقف اتكلم. هو في مكان أحسن من كده تعرف تتوحد فيه بربنا؟ أبونا بشوي كامل القديس أنح نفسه كان يقول اجعل الصليب مركزا لحياتك وارفع قلبك إليه وتكلم مع الله المرفوع على الصليب. الكنيسة بتعمل لك كده، بتبتدي تقول لك ارفع في أول يومك قلبك وبص على الصليب، وفجأة تروح واخداك كده من الزمن. المسيح المرفوع على الصليب هو هو المسيح اللي قاعد في مجده، فتبص تقول لك ايه؟ أيها ها أيها الجالس عن يمين أبيه ارحمنا، أنت وحدك القدوس، أنت وحدك العلي. تجعلك ترى المسيح في مجده على الصليب وفي مجده على العرش. لو ما خدناش صلواتنا وإيماننا بالطريقة دي هنقعد نكرر ونعيد ونزيد بلا هدف. يلا نخش بقى، نبتدي الكنيسة تقول لك تعالى بقى خش في عشرة وحياة. حد عارف دي ليها كام لحن؟ ها ليها كام لحن دي؟ ليها لحنين. اللحن الاولاني بتاع القداس الاغريغوري اللي بيقول ابونا اللي هو ايه؟ اي اغابي توثيو كيبا اتروس. يعلمونا الاباء كده يقول لك ابونا هو بيصلي احنا في حضرة المسيح في عرس جميل، يبقى الصلاة فيها ايه؟ فيها كده نبرة فرح مش حزن. وبيتقال بنغم تاني، حد فاكر؟ اللي عارف يقول معايا غابي توثيو اتروس كايخ. تحسوا اللحن كده ايه؟ ان احنا هنستقبل الباب تومونوجي. اللحن ده، اللحن ده اللي في القداس الاغريغوري تلاقي ابونا لو قاله بالعربي يقول ايه؟ محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميع. واحنا نرد نقول له ومع روحك ايضا. يقابلها في القداس البسيلي ايه؟ الرب مع، اللي هي الله الواحد. هنا في القداس الاغريغوري، لان القديس اغريغوريوس ده كان القديس يسموه كده ثيولوغوس، يعني الناطق بالالهيات بتاع لاهوت وبتاع عقيده وعايش، بس ما يحطش يقول، يعني كان ممكن يقول الله الاب والابن الوحيد والروح القدس بركتهم تكون مع جميعكم، لكن جه حط كلمة قبل كل أقنوم. قال لك إيه؟ ركزوا. الأب حط له محبة الله الأب، الابن حط له النعمة، الروح القدس حط له ها الشركة والمواهب. وكأن البعد الآخر اللي بنتكلم فيه المستوى الثاني والثالث، إزاي أحيا في علاقة مع الأقانيم. لو قلت لأي حد من ولاد ثانوي صلي يا حبيبي، هيصلي يقول ايه؟ بسم الله والابن روح القدس احد امين، اشكرك يا رب على كل حال مجد لكل حال في كل حال. تشك خلاص الدباجه اللي محفوظه، صح؟ يا رب يسوع المسيح من فضلك، يا رب يسوع المسيح من فضلك، يا رب يسوع، صح ولا لا؟ الكنيسه تقول لك لا، علموا ولادكوا في عشره الثالوث لما يصلوا يصلوا صلاه ثالوثيه زي كده، علشان يبقى ليه علاقه مع الله المثلث الاقانيم بكل ابعاده. فيقول لك خليه يدوق المحبه بتاعه الله، خليه يدوق ان بنعمه اللي اخذها من يسوع المسيح صار لي شركه وصار لي مواهب من الله الروح القدس. محتاج الولد يصلي الصلاه الثالوثيه. عشان كده الخادم لما يصلي، من فضلك لما تقف في الكنيسه كده تصلي مع الولاد في الاجتماع صلاه ارتجالي، حاول تتعلم من الكنيسه. قول ايها الاب السماوي الذي ارسلت ابنك عشان بتحبنا يا رب، وابنك يا رب على الارض بنعمه كبيره جدا 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 وبفدائه لينا رجعنا تاني لحضنك وصرنا يا رب شركاء معك وديتنا مواهب كتير من مواهب الروح القدس. ايها الله الثالوث القدوس خليك معانا. ابتدي كلم الله مثلث الاقانيم زي ما الكنيسه بتعلمنا. الولد والبنت من وهو في ابتدائي واعدادي لما يلاقي الاستاذ بيصلي كده، بتوع ابتدائي تلاقي عندهم مشكله ايه دايما؟
يلا حبيب قلوبنا يا بابا يسوع من كرك ما تعلموش يصلوا. لكن يا سلام لو الخادم قال ايه؟ ايها الاب السماوي. اذا الطفل يقدر ما هو حافظ قانون الايمان. نعود لسانه وقلبه وصلاته بالالفاظ الليتورجيه تربطه بالكنيسه. لسانه بقى متعود، لو قلت له صلي يا حبيبي ابص الاقيه بيصلي بالفاظ كنسيه ليتورجيه تحول. ندرب احنا نفسنا على ده فهم يتدربوا. بصوا بقى البعد الاعظم في الصلاه الثالوثيه. حد يقدر يقول لي صلاه اخرى في الكنيسه فيها صلاه ثالوثيه بعمق وتعليم وحياه؟ قطعه كده حلوه، حد يقدر يقول لنا مثلا زي ايه؟ تين اوشت. ستين اوشت فيها سجود للثلاث اقانيم. انا عايز عمق اكتر، بتشرح اكتر. واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. ده مستوى اول وتاني، شرح للايمان، الايمان بنصه وشرحه. ايه تاني قولوا لي؟ استنوا استنوا استنوا، انتوا فجاه كده اكتشفتوا ان الكنيسه مليانه كلام عن الثالوث جوه الصلاه. قولوا يلا. ها قدوس الله قدوس اجيوس اوثي اوس طفل كيجي اجيوس قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت. ونبتدي نقولها لهم حته حته. ايه تاني؟ ها طلعوا الثالوث اللي جواكم، يلا طلعوا من جوه الكنيسه الثالوث، افتحوا خلاجي والاجبيه. الله عليك، سقفوا له سقفه كبيره. استاذ مين؟ استاذ ايه؟ اهو انا جايبها بعدها على طول اهي. بصراحه يا الله العظيم الابدي، على فكره ده المستوى الثالث بقى، العمق كله اللي هو بدا يقول لك صلي صلاه ثالوثيه وشوف كل اقنوم عمل معاك ايه وعملت معاه عشره ايه وبتطلب منه ايه الكنيسه تصليها لك في كل قداس في صلاه الصلح القداس البسيلي. وتلاقي ابونا كده اللحن اللي بالقبطي حاجه تانية بقى، حاجه تانية. ده مستوى عايز اقول لكم عليه وهنجيبه في النص. ان احيانا النغم بتاع القبطي يخدم جدا الفكره اللي بتتقال. ابونا هو بيكلم الله العظيم الابدي الاب، يبتدي يقول ايه؟ يده عليه يقول له ايه؟ افنو. اللي عارف يقول معايا افنو اوتي، ويكسبها في الاخر ايه؟ بينشتي بي شا ايه الابدي ايه، وعشان ابدي عشان ابدي براحتنا بقى. المعنى اللحن يخدمه. يبتدي ابونا يقول يا الله العظيم الابدي اللي جبل الانسان على غير فساد. يعني انت يا رب جبتنا بدون فساد. خدوا بالكم صلاة الصلح في القداس البسيلي والإغريغوري اللي يذاكرهم كويس قوي تقلقوش عليه في الإيمان. جبل الإنسان على غير فساد، والموت اللي دخل للعالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي لابنك الوحيد الجنس، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات. هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد. يجيب بقى الثالوث كله. وتلاقي احنا احيانا في بعض الكنائس يعملوا ايه؟ المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسره. البعد الثالث، ازاي اعيش؟ ازاي اصلي صلاه ثالوثيه؟ كفايه علينا في الثالوث كده، مش حاسس ان انتوا هنكتوا مني، بس في واجب بقى. هنروح نقعد ماسكين الاجبيه والابسلموديه وايه؟ والخلاجي. ونقعد نطلع كل ما هو ثالوث. المجموعه دي هحطها تحت بند نص الايمان. المجموعه دي احطها استخدمها وانا بشرح لهم في شرح الايمان. الصلوات دي هناخدها في ايه؟ في تاملات عن الثالوث. يتحول الولد من ولد فاهم ان الله مثلث الاقانيم بس لولد عارف ان الله مثلث الاقانيم، مدرك وظيفه كل اكنوم من صلواتنا، يصلي ويحيا مثل ما تحيا الكنيسة. كده حققنا المعادلة، وده المنجة، ده المنجة في العقيدة. دي أول عقيدة. تعبانين ولا نكمل؟ طيب أوكي، ما كده كده هنكمل، بس هو سؤال بيتقال في النص. طيب خلينا ناخد لكم حاجة كده فاني شوية تشاركوا فيها وبعد كده نرجع تاني للإيمانيات.
فاكرين لما قلت لكم الكنيسه بتعمل تكثيف، تعمل قانون ايمان؟ قانون الايمان ده لوحده يتقال تقريبا فيه من 1800 ل 2000 ايه من الكتاب المقدس، مضغوطين محطوطين في قانون الايمان. عايز اعلمكم حاجه، اسمحوا لي، يعني انا اسف، انا ما استاهلش ان اقول كلمه اعلمكم، انا اسف، اشارككم بحاجه. عارفين الخلاجي بتاع دير البراموس اللي هو بتاع ابونا مين؟ ايوه ابونا عم مسيح. هتلاقوا كل نص مكتوب ومحطوط عليه رقم وتحتيه ايه؟ الايه، او جاي منين من الكتاب المقدس، او جاي منين من قوانين الكنيسه، او منين من اقوال الاباء. حاولوا تحضروا من الخلاجي ده في كل حاجه، يبقى الكتاب المقدس وابصلموديه والخلاجي والاجبيه، حطوهم قدامكم كده في كل المواضيع. طيب الطريقه الثانيه اسمها تفصيل، تاخد حاجه ايمانيه والكنيسه تقعد بقى تعمل عليها حاجات كتير قوي، كلمه قد كده اهو. ده مطلع الرساله الاولى لكرونس، ممكن نقرا مع بعض. واي سناف شومت بولس المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان، لهم ولنا اوكي. دي دايما لما بنيجي ندرس بنقول ايه؟ اما بعد، صح ولا لا؟ دي المقدمه، الانترو كده، حاجه كده ايه، مساء الخير، مساء النور، عاملين ايه، اتمنى تكونوا بصحه، اما بعد، صح ولا لا؟ الكنيسه ما عندهاش اما بعد، حلاوه الكنيسه بقى. تقدروا تقولوا لي ايه التدريب اللي ممكن تخرجوه من هنا؟ يعني انتوا دلوقتي لو كنيسه، انتوا الكنيسه اهو، وقاعدين قدام ايه 2 في الكتاب المقدس عباره عن افتتاحيه، ايه التدريب اللي ممكن تطلعوه للكنيسه وللولاد في الصلاه منه؟ ها يا ميس، تكونوا قديسين، حلو، يعملوا ايه بقى التدريب؟ ايه انا عايز تدريب، حاجه نعملها، عايزين اكشن. اسقفوا له يا جماعه، استاذ ايه؟ استاذ مجدي، كنيسه ايه يا استاذ مجدي؟ كنيسه العذراء. سقفوا له سقفه كبيره يا جماعه. لا بصوا بقى، بلاش البخل في السقف ده، اللي هو يعني عارف لسه هرفع ايدي واخبط ايد على ايد عشان سقفوا له. ايوه كده بقلب كده، نشجع بعض عشان يوم ما تقف يسقفوا لك هيسقفوا بقلب جامد. بلاش اللي هو خلص بقى احنا زهقنا تعبانين، لا نسقف كده بقلب جامد. اسم ربنا يسوع المسيح ده 4 مرات اتذكر في ايتين، وقال كده المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان. وكأن بولس الرسول بيوجهنا كده ويقول ان انت تصلي بذكر اسم ربنا يسوع المسيح، ده يعمل معاك بعد ايماني عقائدي في عشرتك مع ربنا يسوع المسيح. تسكت الكنيسه تقول لك لا تعالوا، عملت حاجتين. الحاجه الاولى اللي هي الصلوات الايه؟ السهميه والمطنيات. كنا مره قاعدين مع اولادي اعدادي وثانوي، قلنا لهم واحنا قاعدين كده ربنا يسوع المسيح دخل في وسطنا، فكل واحد وقف بسرعه عايز يطلب طلب منه، قال له اطلب اللي انت عايزه بسرعه بس قدامك 30 ثانيه، فتقول له ايه؟ يا رب يسوع المسيح ابن الله، ها، يقول له إيه؟ اكلني، يا رب يسوع المسيح ابن الله سامحني، يا رب يسوع المسيح ابن الله. هو ده الصلاه السهميه. قال كده، فاكر مبدا جميل قوي او تامل جميل، قال لك الصلاه السهميه اتسمت سهميه ليه؟ عشان سهم من الارض للسماء وسهم في قلب مين؟ الشيطان. عشان كده عودوا ولادكم وعلموهم، هاتوهم في الكنيسه كده بتوع ثانوي، التجربه دي كانت جميله قوي، نجيبهم في الكنيسه يوم بالليل ويلا هناخد تدريب لتعليم الايه؟ المطانيه والصلوات يسوع والصلاه السهميه، ونقعد نصليها مع بعض وناخد وقت خلوه. ده تدريب لاهوتي عقائدي، حياه بعيش الايمان. تسكت الكنيسه، ركزوا بقى معايا وهتشاركوني. قالت لك بيدعو باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان وكل زمان، انا هخليهم كل يوم يقولوا يا ربنا يسوع الايه؟ المسيح، في رحله تبدا من يوم الحد وتخلص يوم السبت، اللي هي الدورات الاسبوعيه، تفتكروا فين؟ ايوه الابصاليات. ترتيله هدفها، بصوا العمق بقى تاني. الايمان يقول ذكر اسم ربنا يسوع المسيح انه ابن الله، صح ولا لا؟ كل ما تطلبونه باسمي، برافو، ده الايمان، ده الايمان اهو، جزء
جزء بسيط بيوضح لك الإيمان. الكنيسة تاخده تقول لك تعالى نصلي بيه في صلوات سهمية وفي إبصالية. في العمق بقى والحياة نشوف. نيجي يوم الحد نصلي ونقول إيه؟ طلبتك حل عني ربطات الخطية يا رب يسوع المسيح. يوم الحد ببتدي الأسبوع أقول له يا رب يسوع المسيح أعني، اسندني، أنا خاطي، حل عني ربطات الخطية، كن لي معينا، صلاحك فليدركني سريعا. يا رب أنا محتاجك ومحتاج معونة. يا رب يسوع المسيح أعني، يا رب يسوع أعني، يا رب يسوع المسيح. وانتوا عارفين الإبصالية ماشية بترتيب أبجدي، ألفا بيتا غما دلتا. ده الحد. تيجي يوم الاثنين، عشان كده أنا بشجعكم جدا ندي تدريب لولادنا، قول كل يوم كم ربع من الإبصالية بتوعها. يلا يا ولاد نصلي مع بعض إبصاليات، هنقول النهاردة الأربع تربع دول. يجي يوم الاثنين أولوف أولوف ربوات يسبحون كل من يقول يا ربي يسوع كمن بيده سيف يصرع العدو. مش يوم الحد قلت له أعني يجوا الاثنين يقول لي حاضر خد. كل من يقول يا ربي يسوع كمن بيده سيف. شوف فعالية ذكر اسم ربنا يسوع المسيح من قلبك، كمن بيده سيف يصرع العدو. ده مش بس كده، مش انت طلبت معونة واديتك يوم الاثنين سيف، يوم الثلاث يقول لك ايه؟ هو يكون لهم طعام حياة تقتد به نفوسهم وأجسدهم معا اسمك القدوس. هو ينجيهم من جميع شدائدهم. يوم الثلاث بقى تعالى خد كمان نجاة من الشدائد بتاعتك. أنا بربط الولد وبربط نفسي بأن ذكر اسم ربنا يسوع المسيح في قلبي جعلت الرب أمامي في كل حين. هي دي الصلاة بالعقيدة. حد اتنين تلات أضام بالنغم ده. يوم الأربع يتنقل الفكرة، حد أعني، اتنين سيف تسرع العدو، تلات نجا من الشدائد. الأربع بقى النجم يتغير والفكرة تتغير. فإن كنا معوازين وليس لنا شيء لكي نعطيه صدقة فلنا الجوهر اللؤلؤ الكثيرة الثمن الاسم حلو المملوء مجدا الذي لربنا غنى. فإن كنا معوزين من أموال هذا العالم ومش معانا حاجة ندي، لكن لينا الجوهرة يدي غنى. مش بس هيديك سندة ويخلصك من شدائدك ويديك سيف تسرع العدو، لا ده كمان يديك الإيجابيات بقى. تحسوا أن الواطس إيجابيات، الأضام بيخلصك من السلبيات والواطس يملك إيجابيات. اسم ربنا يسوع المسيح يعمل إيه؟ يديك غنى. يوم الأربع بقى ولا الخميس؟ الخميس تقول له يا رب هو أنا غالي عندك؟ يقول لك غالي، ده أنا عملت كل حاجة علشانك. عملت إيه يا رب؟ يقعد يوم الخميس نفكرنا كده عشان يوم أجازة بقى صحيين الجمعة عندنا خدمة، فنقعد نحكي كل اللي عمله ربنا يسوع المسيح علشاننا، اللي هو إيه؟ يا ربي يسوع المسيح المولود ارحمنا كعظيم رحمتك يا ربي يسوع المسيح الذي ولدته العذراء في بيت لحم اليهودية خلصنا
يوم الحد اديني معونة، 2-0 تصرع العدو، 3 نجيك من شدايدك، 4 غنى خميس علشانك عملت كل حاجة. يوم الجمعة يقول لك استعد بقى، تخافش من الشيطان، ده انت هتبقى أقوى وأقوى وأقوى وتعمل عجايب باسم ربنا يسوع المسيح، اللي هو ايه؟ ربنا يسوع المسيح قد أعطى علامة الذين يخافون لكي يهربوا من وجه القوس. ربنا يسوع المسيح قد أعطى علامة الذين يخافون لكي يسوع القوس ويطفئوا قوة النار. إيه ده يا رب؟ معقولة؟ بقى أنا ابتدي يوم الحد كل اللي عايزه بخاف لك أنا خاطي واديني معونة، تقعد تاخدني في رحلة في عمق اسمك القدوس، أجي يوم السبت بقى آخر الأسبوع مش لاقي حاجة أعملها غير أقول لك أنا إيه؟ أنا إيه؟ مهيص، أنا مزقطط، أنا فرحان، أعطى فرحاً لنفسنا يا ربي يسوع المسيح مخلص صالح كل أحد يباركك السمائي والأرض. كفاية حقيقي، مفيش أي معنى خالص إن أنا أدي الإيمان والعقيدة والكتاب المقدس معلومات مجردة، لو ما دخلش يصليها ويحس إنه بيعيش فيها وبيخش في عمقها ومش هيعرف يعمل ده غير لما أنا الأول أخذ الخطوة والتدريب. أحياناً كتير لما نيجي نقول كيف نشرح العقيدة للمخدومين، حلو إن نعمل تجارب وحلو إن نعمل حاجات توضح، كل ده مطلوب وأظن بتتفرجوا عليه كتير وبتشوفوه كتير، جميل جداً، ده مهم جداً، بس في بعد آخر إحنا ده واقفين عند إيه؟ نص الإيمان وفهمه لكن ما عاشوش. هاخد حاجة أخيرة وبعد كده نديكوا بريك، موافقين؟ ناخد مثال تاني كده. يلا انا هوريكم عقائد وانتوا طلعوا لي منها كل صلوات وانتوا طلعوا لي منها كل العقائد. يلا ابونا يقف يقول اننا يا سيدنا لسنا اهلا الان ان نتشفع في طباويات اولئك الاطار، بل هم قيام امام منبر ابنك الوحيد الجنس ليكونوا هم عوضا عنا يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا. كن غافرا لآثامنا لأجل طلباتهم المقدسة ولأجل اسمك المبارك الذي دعي علينا. عقيدة ايه هنا؟ انا لو عرضت دي الاطفال تالتة ابتدائي هيقولوا لي الشفاعة. ايه اللي بعده؟ اي حد قاعد ان نتشفع، يبقى عقيدة الشفاعة. نخش للعمق، مفيش نص ليتورجي في عقيدة واحدة. ايه تاني؟ ها؟ في الثالوث، صح ولا لا؟ قيام امام منبر ابنك الوحيد الجنس، الاب والابن. طب حلو جدا. احياء اللي هي الايه؟ فكره ايه؟ الانتصار والسماء والابديه، عقيده الابديه. ايه تاني؟ ايوه ميس، الغفران. الغفران حلو جدا ان احنا بنطلب. ايه تاني؟ موجود الشفاعه بشكلها الاثنين ولا لا؟ شكلها الاثنين موجوده، صح ولا لا؟ الشفاعه الكفاريه والشفاعه التوسليه، حلوه جدا. ايه تاني موجود؟ عايزين بصوا بقى، دي المهاره اللي عايز اعلمها لكم، عصر النص. امسكوا نص لدرجه دي، اللعبه دي جميله جدا وهنقعد نلعبها لغايه ما نخلص النهارده. نمسك نص ونقعد نطلع منه اول حاجه ايه؟ العقائد. اول حاجه نعملها في شفاعه كفارية، شفاعة توسلية، في الأبدية، في الأب والابن، في ال إيه تاني قلتولي؟ الغفران. طلعت 5 عقائد من نص يبدو الأول وهلة إن هو إيه؟ عقيدة واحدة، صح ولا لأ؟ وبعد ما طلع 5 نصوص دول وأحطهم قدام عينيا أو 5 عقائد، أبتدي أكتب نص كل عقيدة عرفته منين؟ الشفاعة أهم، ليكونوا هم عوضا عنا يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا، صح ولا لأ؟ طب تعرفوا يا ولاد ويا خدام، ناس فعلا في الكتاب المقدس
وفي تاريخ الكنيسة حصل معاهم الكلام ده، إن القديسين في حاجة زي كده، في حد وقف قدام ربنا وتشفع من أجل مزلة ومسكنة آخر في الكتاب المقدس؟ مين؟ أيوة عموس وإبراهيم. حلو، الله ده أنت طلعته كتير قوي، حلو جدا. يبقى الكلام اللي حطل لي ترجية جاي منين؟ طب في تاريخ الكنيسة في حاجة زي كده واضحة قوي؟ آه، البابا برام مثلا ابن زرعة لما دخل وصلى من أجل إيه؟ والعذراء سمعت وتشفعت. اللي عايز أقوله إن مصادر التعليم لازم ترتبط ببعض بالحياة. ركزوا معايا، اعملوا ايديكم كده، اعملوا ايديكم كده، مش كبة، ما تخافوش، اعملوا كده، اعملوا ايديكم كده. اعملوا ايديكم كده اهو، يلا. كتاب مقدس، لا اتنوا وانتوا بتقولوا، كتاب مقدس، ليتورجية، اباء، تاريخ كنيسة، هوية قبطية. تاني، كتاب مقدس، ليتورجية، تاريخ كنيسة، اباء، هوية قبطية. هدي درس كتاب، هطلع منه الليتورجية واخد منه حاجات من تاريخ الكنيسة واجيب عليه اقوال اباء واشوف هويتنا القبطية ملمسة في ده فين. هدي درس تاريخ كنيسة، اشوف الموقف اللي حصل ده عشان الكتاب المقدس قال وبنصلي في الليتورجية والاباء قالوا وهويتنا القبطية. كله بيمشي في كله، والده في الاخر كله يصب في الحياة. بلاش فكرة باخد درس كتاب فهو درس كتاب بس، لا، انا باخد درس كتاب من الليتورجية. يبقى اول حاجة بطلع العقائد من النص. خطوة رقم اتنين، اكتب الجزء اللي طلعت منه العقيدة. ثلاثة، أجيب من الكتاب المقدس ومن تاريخ الكنيسة. ولو بقى معايا أولاد أكتر وشاطرين بروح أعمل لهم باسكت كده مليان أقوال أباء. أقول لكم على حاجة جميلة قوي، أنت ممكن تعملوا باسكت مليان آيات وأقوال أباء ومواقف من تاريخ الكنيسة وتدوهم نص الليتورجي، طلعوا الإيمان منه وشوفوا الحاجات دي تتلزق تحت أنهي عقيدة من العقائد دي. اتفقنا؟ علشان وقت سيدنا بس، فسيدنا هيتكلم مع حضراتكم وبعد كده هناخد بريك ونرجع نكمل السيشن بتاعنا. تعبتوا وزهقتوا صح؟ حد عايز يروح بس عشان ابقى عارف يعني. طيب دايما بفرح لما اسمع الدكتور سامح طلعت، وكل كلمه بيقولها مفيده وعميقه وابائيه وكتابيه وكنسيه وروحيه وكل حاجه. ف حقيقه انا بحبه جدا وبفرح بيه جدا، بعتبره احد الكنوز الكنسية اللي معانا في هذه الأيام. شكرا دكتور سامح، أنا مش هأخركم، الميعاد خلاص بالنسبة لكم. وأنا كل اللي هقوله إذا كان موضوعنا عن كيف نخدم شباب ثانوي فده موضوع طويل، فإن شاء الله في اللقاء اللي جاي أنا هاجي يعني طول ما أنا في مصر إن شاء الله ونعيشنا يعني هنلتقي ونقدر نكمل وناخد الموضوع بتاع كيف نخدم شباب المرحلة الثانوية. بكرر شكري للدكتور سامح، شكري للأباء اللي حاضرين معانا وبيدونا درس في التواضع، انهم يقعدوا يسمعوا اي حد بيتكلم متكلم سواء كان شماس او كاهن او اسقف. فطبعا مفيش احلى من ربنا ولا احلى من الاتضاع ولا احلى من الكنيسه المقدسه الجامعه الراشده. هنبقى نتكلم في حكايه شباب ثانوي، حدوته كبيره قوي قوي. شباب ثانوي ده لا هو طفل ولا هو ناضج، فهو لسه
تخطى مرحلة الطفولة ودخل إلى مرحلة الشباب ولم يصل بعد إلى مرحلة النضج. النضج اللي خليه يبقى صالح للزواج أو البتولية. ده ممكن وده ممكن، والاثنين عايزين نضج. ف يعني مش هأخركم، هقول لكم ربنا يبارك فيكم كلكم، وربنا يبارك في دكتور سامح برضو، معلش سؤال ايه. وراح فين؟ ده هو هنا. طب بص لهم يا اخي، اقفوا بص لهم، بص لهم. طيب حيوه بقى. في كل مرة اسمعه استفيد حقيقي. فربنا يبارك فيه وفيكم كلكم. وبعدين الاباء اللي معانا برضو يستاهلوا تحية برضو، حيوهم بقى. وانتوا على بعض تستاهلوا تحية. خلينا الى لقاء اخر نتكلم عن كيف نخدم شباب ثانوي، مفيش اهم منه. قدامنا وقت ايه؟ ما انت خلاص يعني ايه معادكم؟ مش معادكم انت يعني ايه؟ انتوا كاتبين ايه المعاد؟ لا الدنيا ليلت يعني، يروحوا بقى عشان ناخد راحتنا. يعني ده موضوع كبير قوي عشان نتكلم عن شباب ثانوي، ده موضوع كبير قوي. فلهم اطفال بنعملهم كده بالدمى والألعاب، ولا هم ناضجين قوي نتكلمهم عن مسؤوليات الحياة والمستقبل والزواج والإنجاب و والتكريس والبتولية والرهبرة ومئة حاجة. فكل ده إن شاء الله المرة اللي جاية. وطبعا طول ما الواحد في مصر عديك انا بقى نحضر معاكم وناخد بركة الآباء والمحاضرين الحلوين اللي بيكلموكم. لو عايزين تقولوا اي تنبيهات يا تصوني بربارة، عايزين ناخد صورة معاكم، انا هنزل ناخد صورة معاكم. عايز برضو معرفش متغاظ، انا عايز احيي سامح طلعت تاني، ينفع؟ عند عمانوئيل ما نسكتش.
معلش بعدين. يلا يلا مع بعض. عمانو عمانو نايمين في العسل إيل برضو. أنا عايز أكرر شكري للدكتور سامح طلعت. بأمان أنا بفرح بيه وبحبه جدا، مش محبة ما يعني مشاعر، ولكن تقدير لواحد من علماء الكنيسة في العصر الحالي. هنقول لكم محبة الله الآب، نعمة ابنه الوحيد، شركة وموهبة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب فليكن معكم. آمين.